ما في شيء سهل. الإنسان لازم يكون عنده إصرار وعزيمة، وفي نفس الوقت نيته صافية تكون. إحنا كنا نبي لقمة العيش، كنا نقدر نحصل وظائف، مو هاي التركيز. إحنا حقيقة الآن نبي لوموفاي يكون من أكبر الشركات في العالم. بدينا من البيت، عقب بدينا في مكتب وايد صغير، عقب تشوفون المكتب سبحان الله بتوفيق رب العالمين. كان في خوف كبير، كان في أرق، كان في توتر، أما في نفس الوقت كان في حماس. حق آخر 16 شهر لتر اللي نشتغل أنا ديلي بيسس. أنت لازم تطرق آلاف البيبان أساس باب ولا بابين ينفتح لك. بيبان كان شيء جدا لجاذبية مختلفة، كل من كان يتكلم عنه. طبعاً من السوشيال ميديا شفنا الإعلانات عن بيبان، قدمنا على برنامج بيبان، دشينا في مختلف الجولات معهم عشان يعرفون نوعية البزنس بطريقة أفضل ولا بطريقة أكثر، يعرفوننا إحنا مين، شنو قاعد نسوي. فكان يوم الخميس تاريخ 16/9، كنت قاعد في مكتبي، كان نهاية أسبوع جداً مرهق، أروح أوصل لإيميل أنه اختارونا من ضمن 200 شركة ناشئة في البحرين. I collapsed. والله نزلت وسجدت رب، مثل ما قال ماي بارد انصب علينا. احنا خفنا وللحين نخاف، ما بقول احنا ما نخاف، بس مو من لدرجة انه يحبطنا. عامل الخوف دائما يخلي الانسان يكون فعال اكثر، يكون منتج اكثر، يطالع الامور ويطالع الاشياء من بيبان مختلفة. فريق بيبان واقع الامر انه عطونا امل. صار لنا 14 شهر قاعد نشتغل، قاعد نحس ان احنا بروح. اليوم لما بدينا مع بيبان شفنا عندنا ظهر، في ناس ويانا، في ناس يساعدونا، في ناس قاعدين يدعمون ان احنا نوصل قدام. احنا مو فخورين فقط، احنا محظوظين ورا هالمبادره.